صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن شاء الله تعالى وحكب الله بنا آيات صدني آخر إلى آيات كنتني ألواء سورة إبراهيم وآخر السورة رحمه الله. الله سبحانه وتعالى وهو إنه الشيء الله الذي خلق السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى سمري أرض أبوري وأنزل من السماء ماء حق سرنا ربك كيني فأخرج به من الثمرات بدنوا صوصاري بيها سببتو في القلق إذن كن رزقيني مرهات إذن كي حولينا عني وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بدين وإذن سهلي دونتي وإذن سهلوا بدي إذن دحمري إغليم إلى إغليم بي وحك لقادي وسخر لكم الأنهار تجدين وإذن سخري وتجد بيها إذن قيبين يؤو ميلف فقارسين وسخر لكم الشمس والقمر الدائبين الشمس دائية قمر كان الله بإذن سعسيي إذن كارفونا سعيه وسخر لكم الليل والنهار أبينك يا مالين تنوى إذن سهلي إذن كإذن شقينا يا أبينك ويدا راحيسا مالين تينا ويدا شقيسا وأطاكم ألا وحوزن سيو إذن تيار قريبي من كل ما سألتموه وحلا وحد سؤاشين ورنم الله ما إذن تيار قريبي وإن تعدوا هذا في رسال اسكد ديداننا في رسال نعمة الله ألا نعمة ديس لا تحسوها مكو بكرتان إن تشكرنا لا يشكر جيدا كرتان حتى مكو بكرتان مركو وآتاكم من كل ما سألتموه وألا ليه وحل وفي إن السؤالتان أي سورة قلتها وارديان معنى هو الإذين قيبينه والله كلف إن ذاتك حكمت ذاتك هذا لكن وحل وفي ذاتك أبهنا يا وارديان وألا ديان وهم يمكن للهدوين الملع وحل وفي هذا وارديان سين تمرك إن قطة وحوي ذاتك والله كلف بلين والله كلف يرين وحكمه الله بأمامه في إسكاله شيء وزن بوليه هايو شيء عن من السنين الله مبعني جزاك وعلي إلى مكتلا وأتاكم ألا وفعلين سيئ من كل ما شيء كل شيء سألتموه أسؤالي سيئ معنى وإذن سيئ وإذن ديار قريوي وضياء ملك للعدون مان وإن تعدوا هذا في رسال نعمة الله ألا النعمة دي سنة لا تحسوها مكو بكرتاء مالك محاضو ملايني سهر ديدا النعمة اللفتة دي كو بكرين إنا شكر جيدي قدني سنة حيث الله تايوان إن الإنسان الضدك سيدي سبع لظلوم ظلم بدنوا يا كفار النعمة قرن بدنا كفار يعني نعمة قرياوي مركز شغلية الله ولا يتكرر سيدابا مركز شغلية الله لوكو بكرا نعمة الله وحوي وإن هذا قوصته إلى كعج إذنت هنا دون شغلية لطمات إلى كعج إذنت وإن هذا قمتها سأكون شغلية نبي الله إذا أبا لي عليه السلام وحسو علي إلى أن سينكو شكريا لأن شكرك لفتي سهدان الله إماته والنعمة ويالك لشكرك الأنصيب بحان بلك هذا يلتير شكرك لما قاري كره هداد قرتي بالي مر هداد قرتي نادي شكري كريني وقد عاجز تهي شكرك واسا سالي بلك شكرك وحكوصة وقوبناني شيء والبوحي اللي قلت لك لي وضو استعماشه وشكرك وي حبنا هاقينا كل عبادي ستاء الله قلت لك لي كل عبادي سو أفقينا كل ذكرة الله قلت لك لي كل عبادي سو إنا تشقي ستوه dad xoggaaga ku shaqaysay waa shukri alla weey adigoo aaminsan in alla kuu sahlay shaqada ba shukri alla weey marka waxa weey alla weey inaad hadii jeed arabkaaga digrigiisu ka qoynaado shukriga sidaas aanu yaa wuxuu laga galay man kara in al insaan laakin dadku la dhulumu dhulmi badana weey kafaru no nicma qariya dadku in badan baan mahad sheeganayni gaar ahaan marka dibaato ku maqad dad baa iloobaya waxa la wixii alla hore u siiyay oo iloobay وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا واذكر كشاكا إذ وقتي قال إبراهيم إبراهيم إلى رب رب غيوم إذ عليان هذا كان البلد إما قالت أمه حرم مطاعة آمنتي آمنة كيا وجنبني إقاد إيري آنك إيو بني عرور طيغبا أن نعبد الأصنام السلام كإن أن عابدنا أصنام تعابدنا أن يعرور طيغبا قد إيري معايا لرب رب غيوم إنهن أصنامته أضللنا وحي اللميان كثيرا إن بدن أو من الناس ذاتك كمدها اللميان يقول الله إبراهيم باسده أفلي مالك آياته حيث المامسة قولة القريشة
أما عرفته ما كتشوكته ما كان لو مدسين إنسان من الوعى بذل لو مدسين نبي الله إبراهيم كي دقي دقان كهدا ظهر دقي باسدا لك مركو على الله قلت لك الله اللي وعابده إنسان من الوعى بذل قلت لك على برارسين يا مر وحكاء الله بريد النبي الله إبراهيم يسجي عروسي سنة سنم عابده هيا لطفت اسمحكم إبراهيم سنم عابد ماي لكن عدنا اسمحكم تو ما شاء الله كمريو بعد مريون مركي له هلقا هاي مرين البولين إذ وقت كشك قال إبراهيم أجري ربي ربي يو اجعل لي هذا البلد مجالا آمنا في آمنا وأن عدنا وحسكو يالين آمن ويو وحالي دينيكو نكي أبيه الدليل هذا أركو وبعرون مالي عليك مركي مكلا شوهو وجنبني إقفتو بي آنقا إيو بني ويلا شيطان يعروط إذا أنا عبد الله سلامة أسلامت إنا عابدنا ألو إقفتو بي بوي سورة البقرة واجعل هذا بلدا آمنا نخيرا يا حي واجعل هذا بلدا آمنا باش أنا وحي لألف بلد دولي مركا مركا وين استنتهي مركا دعانا كدو عيسانيو وين استنتهي دعانا هنا مركا كدو عيسان مرد سنين إلاو ماشا بلد كدك وبلد نمد يدو ببريه إلاو ماشا بلد كدك وهدنا آمن كدك ماشا أنا وحوي بلد نمد يدو ما إلاو آمن كدك وين مقالبة إستان إلاو آمن كدك مقالبة دين نمد قليا ويدو واتباتو ربك ربك يو أنا يوي لشيء كفه بي أسلامت إلى أن نعابدنا ربك ربك يوم إنهن أسلامت أضللنا وحيل مليان كثيرا إنبضا ومن الله شدتك منه فمن تبعني قفك إساعة وتوفيك إيمانك إبهراعا فإنه قفك أسميني أنك ويوى صاحبك معنى إسكو نعبانها إسكو طلبانها إسكو عزبانها ومن عصاني قفك إديده وشركك يقال مدى الدورتنا فإنك أدو غفور كدافات رحيم ونحريسة نبي الله إبراهيم قفك قالوا لي حق الديني قالوا عقاب مدهن وعذاب مدهن حوي قفك انتو النولي هاي فجها لقى قباه وحوي ودي الدنيا هاي انو هبارو هبارك أسلم أقول ذاتك النول إلهم صوهنوني باكفي عن إلا إذا هدو الله عقاب والصدى قصة ماي الله صوهنوني باكوان أكثر ملك نبي الله إبراهيم إله عقاب مدهن وعذاب مدهن إله ذا غفور رحيم باكاي صوهنوني بمعنى كتا أبقى إسكاله هنو كان شعال لها سيدنا ربي إسلام كنت كمان نعبا شخصية قالت شخصية دو ده من نعبا قال لماذا لفت يدون بان نعبيها بس مركدت وإن لو قال الله بريون إلى أفي أدنى الله صوهن ونساتي كفر عن تاني فمن تبعني قفتي إساعة فإنه مني أنا يقول لقمدي هاي معنى وحيد دقيقة ومن عصاني قفتي إديدنا وحق إديدنا فإنك أدو غفور نافاته رحيمنا ونحريسوه وتوى فجنك فإلى الحق كسو اللي حسوه ربنا دعاء القرآن كوجي سايم لف أنت بدر ربي بالله استعماله دعاء القرآن ك يعني وح لقوها القصنة يا ربي وفي أبو ريو بيكذب عن ساي إبربارية إكورية بيكذب عن ساي ربنا ربي جيوم إني أنا بقى أسكنت واد بجي من ذرية عروت إلى قارك إسماعيل ويه بواد تقبا بجي ووادي مكة تقاس غير ذي زرع بارد لك صاحب غيرك عند بيتك gurigaaga aqtiisi baad dejiyay al muharram ee xurmada lahaa allah iyo muhan u dejiyay rabbana lakum salaam haway nabiyilahi ibraahim markuu iraq ka tagay oo sham tagay ardu falastiin gabadhi saara ayuu inaadeeti ayd baa la socoto xaasiisa ahay daaba ahay way weynaayno waxa way waligood lama dhalin boqorkii meesha joogay oo halka xukumeeyay ya aabidi suwaxay إن نفسي سعته قبل لا سعته قبل لو قمت قادو قبل أو كحيسته وحوي مركا قبل ولا كان لا سعته أنا مدم عشرين بالي وكان نبي فيها اللي يعني ولا شيء وي ومحب عليه ولا شيء وي هذا بقر تبي قبل يسار رأوته كي فعنت مركو قصة في قيبة وحبا قبصة ذي مركو وصو حيو وتشم باريك أنت لا في ذي قبل إن هاجر أو إسماعيل شيء وريما سار قبل يده بوسي يي مرك قبل دي مركو وجوس ذي إبراهيم بن مسلم إسماعيل مركز إلى شلو يقدر يدخل يو حبيب مسافة صار إلى حضور ملها مركز سلاس وعده يكو كريم ماشى وحصار لقي جيد وين وكل يلا ماشى زمزم ماشى زمزم ك وكبر قدر وكعبة بين عيرة هذا زمزم كميل جبدة على قعدة حرم كميل جبدة كا على قعدة بالزمزم كا أبو صار لقي هل كاسو مركز مركز ليه غير تجبر كذا جوان كروز وكثة لقي waxa haajir ka dabar dhawaaqday ilaahay baa laga sagtay ha waxa markii bihi ka dhamaadeen wiilku uu sakaraaday
safiya mar oo marba dhix ordaysay toddoba jeer marka markuu nabi ibraahim keenayo anuu ismaaciil waqtigaas ahay qisa dheer bay lahayd rabbana rabbiga yow inni anigu askantu waxaan dajiyey min duriyati caruurtayda qayb ka mid a diwaadin tog baan dajiyey oo kayri dii zarcin beer midu saaxiiba qaybki ah marka hal geedoo midho bixiya kuma oolin berigaa hadda qudheedana ma midho badno oo timirta dhexdeeda ku taaltaalla wax midhaa ku arki maysid waay wax iska yardhaa dheer weyn cinda beytika kacbadaada agtiba gurigaaga agtiisaan dejiyey almuxarami oo xurmada lahaa rabbanaa rabbiga yow waxaan u dejiyey liyuqiimu salaad salaada inay ogaanoo ku tukadaan oo alle ku caabudaan fajcal ka yeel af'idatan qalbiyaaloo min annaasi dadka xaggooda ka ahaatay tahwii kii u xiisootaa ilayhim iyaga xaggooda meesha ay degan yihiin warsuquhum ku arsaaq min asamaraati midho xaggoodna ku arsaaq alloo midhaha adduunka ka baxa ukeen iyagu midho ma lahee lacallahum yashkuruuna si alle ugu shukriyaan nabiyullaahi ibraahim waxaa kacbada uu u degay in alle lagu caabudo marka maadaana meeshii ayna midho lahayn gurigii barakaysnaana ay tahay wuxuu u alla baryay nebi ibraahim in dadku ay jeclaadaan maka oo midhaha meel walba ka baxa famatalan qaryo u dhow baa waxay noqotay daa'if oo kale yaa meel midho badan noqoto wax waliba ka baxaa noqotay daa'iftaas adduunkao dhan baa wax walba looga keenay hadda fil waqti alxaadir maka adduunka si aan xayl caalam midhaha ka baxay maka isugu imanayo waxaad moodayna iyada ka baxeen meelba wax ka baxaana male waa iska buura wan marka ducadii nebi ibraahim baa la aqbalay wuxuu yihi rabbanaa rabbiga yow waxaan u dejiyey meeshaas liyuqiimu salaata salaada inay ogaan ee fajcal ka yeel af'idatan qalbiyaalo oo min annaasi dadka ka mid a tahwii tii u xiisootaa ilayhim iyagaas wiilasha aan meesha dejiyey waxaa la yidhi cabdullahi bin cabaas wuxuu leeyahy min annaasi mintaa tabciirka hadduuna gelinay ee af'idatan naasi u yidhaahdo meela kale mare lama heleen ruum iyo faris iyo yahuud iyo dad oo dhan baa isugu iman laha meela kale mare lama heleen ee bacda annaas buu yidhi waa dadka muslimiinta ah oo xajka u aadaya oo safarka iyo ganacsiga u aadaya wey warsuquma allow ku arsaaq nin gaalahoo la garanayo hadda maka ma geli karo nin gaalahoo gaalnimadiisa loogaha ma geli kara maka waa warsuquma allow ku arsaaq min asamanaati midho xaggood midho badan allow sii buu leeyahay oo midhaha biyada bilmatal qaryo agteeda ah midho u yeel oo meel walba midho uga keen laclahum yashkuruuna si ay u shukriyaan ushukriyayaan markaa marka qoladan carabta qureysha lala hadlayaayo waxaa la leeyahay nebi ibraahim degid buu degay maka in alle lagu caabuday ahayd oo alle lagu shukriyee idinku shirkigan marka xalaal ma aha inaad ku samaysaan waa xaqdara wey shirkigan aad samaynaysaan rabbanaa rabbiga yow innaka adigu taclamu waxaad og tahay maa nuqsi waxaan qarinayna waxanoo qarsoon iyo maa nuclinu waxaan daahirinayna macnaha ducadan aan alla baryayna iyo degidda aan meeshan degayna inay naga dhab tahay oon alle darti u degayna iyo rido alle u degayna iyo ujeeddo kale inaan ka leenahay alle waad nakala ogtahay wey macnaha waxay ka dhigantahay ilaahu waad ogtahay inaan adi dartaa u degay weye meeshaa rabbanaa rabbiga yow innaka adigu taclamu waxaad ogtahay maa nuqsi waxaan qarinayna iyo wamaa nuclinu waxaan daahirinayna wamaa yakfaa kamana qarsoona cala allaahi alle min shayin shayna kama qarsoona oo fil ardi ardada ka mida walaa fi samaai samaada ka mida intaasoo hadalka nebi ibraahim ka mid ma aha inay ka mid tahayna waa suuragal laakiin waxaa nebi ibraahim markuu leeyahay ilaahu yow waad ogtahay waxaanu qarinay waxaanu daahirin alla waxbao kama qarsoonaba daahir iyo khafi waa isaga mid kor iyo hoos waa isaga mid allah subxaanahu watacaala wamaa yakfaa kama qarsoona cala allaahi alle min shayin shayna kama qarsoona shaygaasoo fil ardi ardada dhexdeeda walaa fi samaai samada dhexdeeda wax ka qarsoona ma jiro alxamdu lilaahi aladii wahaba li cala alkibar buu marka wuxuu ku mahadinayaa nabiyullaahi ibraahim alxamdu ammaan iyo mahad lilaahi alla inuu ahaatay alladii allihii wahaba lii i siiyey cala alkibari maca alkibari da'maceed ismaaciila iyo wa isxaaqa labadaa i siiyey ina rabbii rabbigay la samiicu ducaay ducada ka maqla weeye waanu i ajiibay macnaha ducada ka ajiiba wey waxaa la yidhi nabiyullaahi ibraahim ismaaciil sagaashan iyo sagaal isagoo jira iyo wiilkaasi u dhashay ismaaciil oo xaramka keeni doono sagaal iyo sagaashan buu jiraa isxaaqna wuxuu dhashay boqol iyo saddex iyo toban jir isagoo ah boqol iyo laba iyo toban jir ismaaciil baa saddex iyo toban sano ka weyn isxaaq marka dabiixuna waa ismaaciil la gawdhici ha la gawdhaca la yidhi lagu furtay wanka waa ismaaciil yahuuddu waxay sheegaan inuu isxaaq ahaa way iska leeyihiin isxaaq taariikhda xijaaz kuma shuqul lahayn taariikhda markaas kuma shuqul lahayn isaga iyo yacquub iyo bariga dhexay ah waxay ahayn ardu falastiin bay ahaayen
الحمد لله الله وهذا حمد قاسي الذي أليه وهب لي إسيي على الكبر الداء معه أنا قلت قبوبي إسماعيل وإسحاق إن ربي ربك إلا سميع الدعاء بعدك مخلوق أقبلوني وأكيل لي يافي قبلي إسحاق بي أهي كيل لي يافي أتعجبين من أبي الله إلي ما أنا قلت جاء جنان بلي بيته هو لقي بخل أتعجبين من أبي الله ذلك يلا يا بنتا كاس إسحاق بقى بشارة ذات ربي قلت يفعلني أنا إلي مقيم الصلاة الصلاة كي أقول صلاة ولي كتجن إلي ومن ذرية عرورة إلى حق هذا هو الصلاة كده الله كي ربنا ربك يو وتقبل دعائي دعائي إلى أقبل دعائي النبي الله إبراهيم إلهي وصلاة كتك إلي وأحلو الله بريد الصلاة قفك هدون الصلاة لهين لا خير في دين لا صلاة فيه الدين عن صلاة كتر الدين بما قفك كليه وحلو دليشان يعني إنه مومي يعني مركو صلاة كتكذا لا عدت الله أردنا هدو سمي صلاة كتكذا هو خارج عن الملة وين وكبح حسين يجين تكرب وكبح حي كما تشيره مرن تسلاة تكون وعلا مركب وحوه يدد وحضر كيسا يقول تكون اني هدنا وقال بات هاي اما عاصبات هاي حتى انا قولين وقلوبة تقالن وما الله ما ديكتو مدبولي سن يدونك وعلا قياب ايمان كوينو كرنبي هاي وعلا قياب وان شركي وحبه كتيري لكن سلاة تكون سلاان تيدا ياب علامة قال لماذا اول لكن سلاة على تكون ربي ربك يو اجعلني إلي المقيم الصلاة صلاة كتكذا كأوغة ومن ذرية عبور طيدنا الله كي القوة صلاة كذا ربنا ربك يو وتقبل دعاء دعاء إذا أقبل حوي دعاءها بألا أقبله فكي دعاء المؤمنين فالله أقبل يا سبحانه وتعالى وحوي إني جبنا على صورة قال فكا وحنا بيقول لي طفك الدعاء ليسا هدو تشيك سدف والله ما أقبلني لهنا أما وحان حقها إنه قال الله بريض الله أقبل ما هي بل كدعاء التي سوين لقد سجوي الله فرصا ربنا ربك يو اغفر لي إيدا فأنك يو والي والدي لما دي دي والي يو ولي المؤمنين مؤمنين تردنبا يوم ما لي يقوم الحساب حساب ذاتك الله حساب كما يوم إله الله أفقولي دعاء عرور هذا واسدا سألو دعاين والك إيه والك كرد علينا والو دعاين مؤمنين تقول جهان والو دعاوين رب اغفر لي ولي والدي ولي المسلمين والمسلمات عرور هذا دعاء أباهن من هبار سيدنا وكل النبي في إبراهيم بالغد لكم في إبراهيم أوصوا حصلا الغد هنا يا نبي إبراهيم والد كمرك إن قطر نبي الله إبراهيم أبيه وكي عن دين تلاهين وقب صعر وهجبني مليا وفي ما كمرك الله بارك الشيء اللي أنتم نوعانين بأحد إنه قال لما كل ما نجي أنتم نوعانين بأحد أما ما يهول يدي يا بائن المؤمن الله هاي بصورة قال ذلك نبي الله إبراهيم ما كوالد الدعاء سوى وح عجيبه حتى مركو من توينات قرابة حليب انتي قرابة ليسي تدكو يصبو صاحب لها وينات حليب سوي والف لها سيدو كوكو باهن يعني صدقة هذا الكيد بيسكده مركاد صدقة يسو حولي ليس كما بخلاف صلاحتها صدقة ان والف لها ينفع عيسو مركا نبي الله إبراهيم باين اوهر سيدي اما ان اوضو السهانة ان والف في عروت هي مؤمنين تلو دعيه مركا مؤمنين تدعى لها كهف سنة وح الله يسو مياد دوي دين وين مياد كهباري لها وقال دعي المؤمنين ربنا ربك يغفر لي إلا صانقة يولي والدي اللي مضي دي والي وللمؤمنين مؤمنين طردا يوم يقوم الحساب حسابكم مالك يستاقوا الله تدخل الحساب ثمن الله وحليه ولا تحسبن لها أم لين النبي الله محمد الله عليه غافلا منه هل من سيه عما يعمل الظالمون ظالمون توحي السمين يعني إن الله هل من سيه أم لين محيي لي إنما يؤخرهم وجب دقي وعقابته وجب دقي إنه يعني هلاك ويؤخرهم يؤخر عقابهم ليوم ما لم يؤدي بدقة تشخص أي تاجمي فيه دع رسالة صار عندها أي تاجمي يعني عندها فرد أي أدى العلوهم نفتا وحيديه كرتا ذات كان قال هذا وصدا وحصة ما يعني يدل بقودي إنسا ليه يعني دلبا ما لقبت ينفت ديه كرتا الله من يحلو الدين يا بي نفت ديه كرتا مركاسا نوشي يا نبي الله ما هل ما سري وحلو دي بدقة يا حكمة وحبا ميشي كتير كالي مركا والله قبلتنا آخرة وحبها تيشني ويهم عنه ولا تحسبن الله نبي محمد وها أم لين ألا غافل لينها المنسية عما يعمل الظالمون ظالمون تعمل فليان يعني عقاب مكذب لقي يو الجنبك انت ألا كتشرة إن ألا هالمنسية هم لين والله كسيوين هو دبلق مركا إنما يؤخرهم ودبلق إنه هلاقا ودبلق يؤخرها لها كون
يوم في يوم المالين بود بديك تشخص أي تاجمي في يوم كده مثال صار يقول هاي تاجمي يقول سوي شلد ميان مهتمين حالة الدق دق يان ماشي داعي وغير يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر ماشي لو غير يقول دق دق يان مقرعي فؤوسي مدحوظ حالة يساو تاقيان قرء تاقيان مقرعوظ اللي ويرد يعني لا يرتد صور نقل مهاي إليهم حد وضطرفه وإسوك صور نقل مهاي إسا بالكتير بات خوص صور نقل مهاي ساسي حق الله لك دير كان ساسي تاقيان وانا يرد يعني ما لا يقول لحظان مالي هل كان لفت هذا لقد نواقب يتاقيان مالي فاسا لا لسي جبالي مركا مالي فاتي لسود يدو حلقي يا بقفك أدونك الشوقاي جلب عقابته إنه يسود دكدك فهو عيل بحو إنه سعلا دواسه لكن الله سبحانه وتعالى حلم جيس يدل قادة كيسة ذاتك فرصات مسينة يبو قال لما دل كتلا فرصة الله سين إنه توبة كينانو إجتدى نقضانو عذاب كابا أبغانا هو قال لما دل كتير هذا ما لم تأسال لسه بمهدعين حالا إدك دقيان إلى الداعي مغنعي فؤوسهم مدحيه هذا حالا إتاقيان وفير كتاقيان لا يرتد كسو نغن ما يليم حقوة ضرفهم إيش هذا بلكتاه ضرف قوة إيش حرفتها هذا كسو نغن ما يساسي إتاقيته ويقلانه وأفيدتهم قلوب صوت الهواء ومدنتها عقل إيا فكرت من لمن قلبه مريه وحي كالقر المال واجهة ورير وي أفيدتهم قلوب صوت هواء ومدنتها ما لم تأسن إلا لسه بقولية سبحانه وتعالى الله قاعي البحي معناها الله معي لني وحوية دي عد الله عدي قالتو عرق بصوت ما لم تأسي كبقون وأنذر الناس بالله مر أنذروا دي نبي الله وأنا صدقك يوم ما لم أقدك يأتيهم العذاب عذاب قوي مني وفيقولوا أيدها يا نما أرانا يا الذين كل ظلموا ظلم السنية أي أرانا يا ربنا ربك يوم أخرنا ندبلك معنى أن عليه ندبلك إلى أجل المتقريب نردو نجيب أن أجيبنا مكا دعوتك باقا أن أجيبني يا نواقا توحيك أن نوبي رسول ونطبع الرسول رسولنا الراعي إلهنا يدبلك وين ندبلك معنى يدوحي إلهنا عليه دبدا نمو حبين نوك هادوين مركاسا دعوة هذا يلينا خصوصاً الراعي ناوين وقت قد والله صوت آخر قال اخطأوا فيها ولا تكلمون يالله قل لي إله ابن علم مركي إلهي اخطأوا فيها كف قادبا للي ولا تكلموني انت أصول سنة لقاء مسلانا يالله جوابين مركا ما لنك أدتك وقدك بالي ما لنك سداسه فرح وحافيع أشيرين ونعمل في ساهم باشكتين أنذير الناس أدتك وقدك يوما مالي يأتيهم العذاب عذاب قوع إيمانا فيقولوا قده أما يؤذن أيامها الذين كوي ظلموا ظلم السمائي ومشركين تاها ربنا ربك يو أخرنا ندبدك نعليو ندبدك وي إلى أجل المدد قريب ودو نجيب أن نجيبنا دعوة كي يرد دانا أن نجيبنا واحد نوية ليسو ونطبع الرسول خصوصا أرانا قال الله مركب وحده أولم تكونوا مياه إذا نهين أقسمتم كوي كدارين كده من قبل هر ما لكم إنه لإذين سبنان من زوالي وحدي لتانة كجتانة إن أنبعت إياد لمشيئة ميلة شراء شرين كوي سيدا كل هذا شراء مويدان هين ووسكنت بأدك جنيدين في مساكن الذين كوي بريودي ظلموا ظلم السمائي ظلموا ظلم أنفسهم رفتوا الظلمي ووطبيانا ويدين عبد هذا لكم إذيك كيف سيدي فعلنا بهم أن نقص ما إلي وضربنا لكم الأنفال ما تصالوا عدنا لذين عدنا إنتا سودن بانين ما هذا هذا علنتي يالله من علم المحيط ثري أول بعد وايا أرجع هيدا وايدك يكون دارين كذي إنا وحصوب حين اللي داشين وعقاب اللي داشين بس كل دارين كذي إنا إذا دمن بعدين كل دارين كذين وهذا نبدأ جنيد إنا وايا رجلي ما يجون كوف الله كوي هري أقول ميسيد الله قال قولي هري قد شوكت أنا دارك كان سيد أو كل سمعين إنا وايدي عدين يعقاب تكون بعد والدين كتاريخي وحلو وحي عقل قال هاي لبص على هاي والدين شيء مرك هذا قيمة ملهوية أنت أتى عن هذا أنت أتى عيسان قيمة ملهوية اللهم فعليه مركي الله من علي ليهين هذا كقالا من إيش أكتبت أولم تكونوا ميزان هاي أقسمتم كل فدارين شري من قبله ما لكم منه الذي سنان من الزوال وحبابا وحزيولي تانا إن أدونك كتك إيسان ميزا فدارين شري وسكنتم وادنا الدقنيدين في مساكن الذين كوي قريوه ذا ظلموا أنفسهم ظلم قوة سميوان أركتين وتبين لكم وحائدين عذاري كيف سيدي فعلنا أنفسهم من به إياك أنفسهم من عقابتي وضربنا لكم الأبتال ضربنا وحائدين عذين لكم إذيك الأمثال عبراء أردن وعد أردن بان لي عذين الأمثال وحالوحي عقل قالها أردن بان لي عذين الأمثال
وقد مكروا الله وفليه وقد مكروا ويحيل وخيانة سمعين حمام بيدبرين مكرهم خيانة ذو بحوق برنين وعند الله ألا أكي سنة مكرهم مكر قضاء ألا وقيه بكذا قنتين مكر قناة السمعين أيام الله بأدوه وحي مكري الرسول ألا إيوه ممنين تين مكريين وكي النبي قلت الشدين هبينك قالوا الندوة قال كون أمدل لي لهذين قال نوحي لها أين حدنا الحباسم وغير كود من أضلان قال نوحي لأن مسافرين وضب لنبو صلى الله عليه وسلم أن دل يكون شيئين الله أكبر حيوان الله ما مكري قوة أقامه سيدات تعالى ذلك يقال مكري كسوء السميان وإسلام فأو السميان الله أكبر فرفره سبحانه وتعالى وقد مكروا وين مكري السميان خيان السميان مكرهم خيانة دوري وعند الله ألا في سنوها مكرهم خيانة دوري الله ذا أقول يعني علم مكرهم عند الله وإن كان ما كان معها مكرهم مكرهم هذا حرق بدنا لأيه لتزيول كي أي قوري سوي بابا يسوي منهم من أجل الدد في الجبال بوره انت علم ذو حرق فسرين نافية وحل إلى هذا نافية ليلة لتزيول أن اللام تلام جهود باليلة ما كمعنه وخون نقول مكرهم معها إن بوره ودقاتين كرون مكره وين بي اللي ماتين لكن بوره ما دقاتين كرون قرآن وحاكم إذا إن دقاتين كرين فجدا الله يدينها هي مؤمنين وحرمية لكراون فجدا قرآن دقاتين بكم الثاني فلما تغاربا وحكفة سنين إنت مخففة من الثقيلة وحل إله إنه حالي يشاني كان وحوء هذا مكرهم مكر قوض اللي كذول إنه كل شكبا بعد من بدي الجبال بوره مكر قوض إبا سلا نقض إنه بوره بابا فهم عن هذا وحلو نقض بوره مبابا إن كريه وحاوي يوار مكرك حب إيسا لك مبالغون قل يرى وحيدا وإن كان مكرهم لتزول بي قل يا نبينا لتزول يا الأقرين ولا أقرين سبا سيدا هرين كدين إن شاء الله وإن كان ما كان معها مكرهم خيانة ضوضو لتزول كياء كبا بايسو كل دقاق كل زوليسو منهم إساق الدجاء الجبال بوروه بركة فلا تحسبن الله هأم لين النبي الله الله هأم لين نخلف وعده بلنقات فيه سئينو قوبي يالي أو كبحي كسولة ونسوسي سوو بلنقات يعني لباتنا نهدك وهي ستا هي قالة كقود تهاجين بلنقات فيه وقالت بلنقات إنو الله كبحي هأم لين ويجري إنا لننصر رسولنا وإن جندنا لهم الغالبون بلنقات فيه الله بلنقات كما بحين الله سبحانه وتعالى فلا تعصبن الله الله أم لين النبي الله بلين مخلف وعده بلنتي سئينو قوبي يالي رسول الرسول سوى بلنقار إن الله ألا العزيز كي حق بدن غالبا وين بانتقام الأرقود صاحب المؤمنين وأرقودين مالك بلنتينا الله كوضح سبحانه وتعالى وانو أول وكف لليوليها الله سبحانه وتعالى وانو أرقودين مؤمنين إن الله ألا العزيز كي غالبا وين بانتقام الأرقود صاحبا يوم ما لنبو ألا أرقودي هذه يوم ذا بانتقام تلقوط على جيوه هذه هذا الفعل اللي قد كان واسده اذكر حس يوم ما لن تبدل الارض ارضنا اللي بدلي غير الارض ارضنا غير كان اللي بدلي والسماوات والسماوات كان اللي بدلي والسماء كان اللي بسوي كان اللي بدلي وبرزو دك وحي أبنا بحيا لله الله ووحك قرين يا شرين اللي الوحيد كليدها القهار قل كان وحال اللي بدلي بانه والله سيمي هرت لا فيها عوج ولا أمكن مين تاقني مين هو سيسمانه والله سيمي وأنا الله في دينه بنان سيمان بو نقنه بدهونه ويسكو فتهايا وهو بجلميا للو حالك ديك عاد أو قرح بدن وأن لغو الزنبابين وديكنا خد داغنه بالك ديك إلا عاد يجي الله لغو صوبان ديك إما شاسنا بكتبه روحي نقندون تها الشام بي نقندون تها فلسطين يا قيامة يا محشر بكتبه نقندون سمدنا وأن لفدلو حدوك هورنا باسود داغنه قرح دامدو بانو سمدك لي نقولون تيه هورا بأهين halkaas aan lagu la xisaabtamay dad marka waxa weeye maalinta dulka la bedelay dadku xagee joogan waa marka dadka inta waa dadka lagu la xisaabtamay marka waa la kaxayno jannadi iyo naati baa loo kala kaxaynay marka waxa la leeyahay cadaabku waa badu ku yaala badda inna jahannama la muhiddatu bil kafirin sama cadaabku waa meesha badu ku taalaalay jannaduna waa xagga sare ee culimadu yiraahdeen waxa kale la leeyahay marka dulka ay dadku joogan jannada koobabkeeda iyo way arkayaan marka waa ardada ay joogan arda ka damaysay markay inay arda kale oo badaha ka sheesay taas oo ragalo jannada hadda ku dhisan tahay halka in gaari kareen taas oo ragala
ودي إلى سماد أي شيء سو حاجة ودي سنتها أربع سورة قالوا كان فكنا بيقول لي هو حال أركيا جنة ولا شيء دي حور عين في وحي مركب يسوى دول كلا شيء هو مركب زين المال ودول كم إذا هاي مركب جسر قال الكلام يعني وعبدة أو لا تسير أو ذكر وحيسن سك سبعة فألا ما أقول دول كم ولا بدلون إلى قدرة دي يوم معلم كشيء كي تبدلوا الأرض أرض اللي بدلي غير الأرض أرض غير كي تقول بدلي أرض عطوة قروح بدن ومن تاجي من لا جمد لها يعني يبور ثان لها وندي كود هذا واللي جود جنب هذين بقى اللي بدلي وعدي قال الله لهم موتين والسماوات ولا بدلي إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وحنا ده وصاد هذا لا يعني وبرزوا حيث كوب من نبيه لله الله الواحد القهار ويبرنا به وحوي وحجاب هذه الله كود حين مشي الدس عوي هذه اللي قد إحنا واقو ولا مغشين كرا ولا مغلين وترى وادر كيسا مال المجرمين الدنبيل ياسا يوم الدن مالنسا مقررين إلا يسوح الحري في الأسفاد حد كبنشي على يسوح الحري قال لي اسم نوع هيد بوال يسوح الحري انت الدنبيل انت قاتلين توال يسوح الحري كويك لوال يسوح الحري انت يسو عمل سمين يسيبا أما يسوح الحيد بوال يسوح الحري يا مالنسا وعلى حريرين ترى وادر كيسا المجرمين الدنبيل ياسا يوم الدن مالنسا مقررين يقول يسوح الحري في الأسفاد حركب بنشي على يسوح الحري سرابيلهم نركوض جريس كي قبان القميس كميدي هاي من قطران الدامر وين والدامر كي جيل عدد اللي قبل واحد دب كهرة واحد ودك دك بنا وين وتخشى واحد دبولي وجوه مجيال كود أن نادو بعد دبولي تلفحوا فيها وهم كالحون ويجي قوضة واحد دبولي يا نادو اللي في يسوي وردين عوال بكتغي مليس مركا وحوالي وعجيب سرابيلهم نركوض قميس كي قباني من قطران دامر وين وتخشى وجوههم النار وجهود أن النار بعد ذول وحلي أن بالله محمد صدح بقى أفر بعد جاهلية الفقر بالأحصاء دل شدة الله قطعنه وطعنه في الأنصاء ذكى دل شدة شو الله دروع العبايو والاستسقاء بالخواكب حدقه الله على بريو حدقه بليو فالقي وحاس وخوف كي وحاس اللي وجه عليه والنياحة على الميت وحكرم من اللي ياحث على من مكاسب النبي غير نائحة جمد ميت فقد القيلسا لر دامرة لوجل إن أضب كهرة سوى الدامرة يقعنا لوجل بالي جمد نائحة وميت فقد العيد وانت ولا أقول هاي إلا الميول والبهار لكن إلا دواقة لا أمانة لما أقولون سرابيلهم من قطران وتخشى وجوههم الله هو الله ما أنت هسيد عدك وقول لي يجزي الله إنه الله أبا المريض كل نفس النفس كل جد ما كسبت وحي شقيت تكاب المري هدو إحسانها إحسان بو الله فوق المري هدو الدنبي أهان الدنبي بو الله فوق المري ما لنسى وما لنسى عدل على موقنه ونعد الله ظلمين ليجزي الله وفو الله سيدا وليوله ما لنسى عددك اللوكين إن الله أبا المري كل نفس ما كسبت إن الله الله سبحانه وتعالى سريع الحصار جاديس ودقدق معناه سيد دقدق و الله دكت يوكل بحيوة يوكل جرسوري سريع الحساب واسدا يعني شينا الشيء كشغل ما يا الله سبحانه وتعالى هل مرة ذات فوضى الحسابين إن الله الله سريع الحساب التأسيس في دك دك تون هذا بلاغ للناس هذا وعد قني قرآن ثاني بلاغ فرين قاسين ويالناس ذات كلا فرين قاسين أما بلاغ كفاية كف الله شوي هو وعد كف الله للناس ذات كلا ولينذروا واللوت إن لوت بيقو يعني اللو وعدية به قرآن كله قدكم وليعلموا إنه يقادان أنما هو إله واحد وحوي قرآن كبلاغ بمعنى كفار وفرهين كف الأول قرآن كوا كف لن يهد وعد يواني وحب وكف لن يهد عقل كف لن يهد دين كف لن يهد قرآن كوا كف لن يهد هذا قرآن كلي وصورة كمثل بلاغ كف الله شوي وعد كف الأول للناس الذكر وليبا ولينذروا وعلوا قدكم ولينذروا واللودي جديد بالقرآن واللودي وانت سمعت لو حدر واللودي وليعلم ولبين الأقادان أنما هو إله العابد يعني إله واحد إله كليل يعني وليذكر إني وانتما أولو الألباب عقل يقوى صاحبتي قرآن كوحا سوكو في لنيا مالك لو هداية لقيه لنا مرح الله سبحانه وتعالى